عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا منال سليمان وقناتي اسمها منال سليمان وشعار القناة موني لايف ستايل. أنا النهاردة ضيفة عند بيبا في قناتها. بيبا من القنوات اللي بدأت بيها حياتي، بيبا من الشخصيات المحترمة جدا جدا. أنا مش هتكلم عنها لأني أنا عندكم ضيفة وأكيد أنتوا عارفينها وعشان كده بتتابعوها. أنا بقول لبيبا شكرا إنها سمحت لي إن أنا أكون ضيفة عندها مرة تانية في القناة بعد العمر والعشرة الطويلة اللي إحنا فيها مع بعض. ساعدتني كتير، عرفتني حاجات كتير عن اليوتيوب إزاي أعمل فيديو. بشكرك جدا يا بيبا إنك النهاردة سمحتي لي إني أدخل قناتك، وسبب نجاحي وسبب موني ستايل أنت سبب فيه. ولو حتى أنت انا وانتي مش بنتكلم كتير، مش بنتحاور مع بعض كتير، لكن غلاوتك في قلبي وفضلك على راسي من فوق عمري ما هنسى وقفتك جنبي ابدا. عشان ما اطولش عليكم، انا النهارده عامله تعاون صغير مع قناه بيبا. انا منال سليمان، قناتي فيها كل حاجه تخص السيدات، من جمال، من عنايه بالبشره، عنايه بالشعر، عنايه بالجسم، عنايه بالنفس، ازاي تنقي هدومك، ازاي تنقي شنطك، ازاي تعملي ميك اب. انا معايا كورس ميك اب، ميك اب ارتست. طب انت عروسه وبتجهزي نفسك وعايزه تشتري مكياج، طرح، شنط، اي حاجه انت عايزاها، انا موجوده في الكويت وعندي الفاشن، باخدك معايا لمولات، باخدك معايا المحلات، بلس ان انا عندي براند. اتمنى اتمنى تتفضلوا عندي في صفحتي، صفحه موني ستايل. واتمنى كمان بعد ما تشوفوا فيديو بيبا تتفضلوا عندي في القناه، بيكوا في قناتي، في قناه موني ستايل وبراند موني ستايل. اتمنى يعني تعجبكم القناه، وبعد ما تشوفوا الفيديو بتاعها تتفضلوا عندي وتعملوا لي اشتراك ولايك، وكمان تعملوا شير للفيديو لو عجبكم. اشوفكم على خير، مستنياكم في القناه. حبايب قلبي، النهارده الريفيو هيكون عن كونسيلر موجود في مصر متوفر باسعار كويسه جدا، او بمعنى اصح تكون في متناول الجميع، او بمعنى ادق تكون رخيصه بالنسبه لحاجات كتيره جدا غاليه. فانا استعملت كذا نوع، يعني انا استعملت دول خمسة، وكان في نوع تاني بس استعملته، بس طبعا مش بستعملهم كلهم، لا، اللي برتاح عليه بستعمله. تمام، النهارده هنتكلم عن الحاجات اللي الكونسيلر اللي تقدري تستعمليه، موجود في مصر وكويس وخامته كويسه وسعره كويس جدا واوريجينال. فهنتكلم عن حاجه حاجه، فيلا بينا نبتدي على طول. دول خمسه، وفي كمان ميبلين فيت مي هنتكلم عنه في الفيديو. على ماركتهم دي ام ان، وده ام ان، وده بيرلي، وده ميبلين العادي اللي هو الايدج ريوايند، وفي كمان ميبلين فيت مي هنتكلم عنه، وده الهاي ديفينيشن بتاع الجيرل. ده بالنسبة للأسماء. بالنسبة للأسعار، عندنا ام ان العجلة دي ممكن تلاقوها موجودة في أكتر من مكان بتتباع، دي الدرجة بتاعتها 0.5، في منها درجات كتيرة جدا، مش بس الأربع ألوان دول، ألوانها البنك والبني والأصفر والأخضر. خلاص أنا جايباها ب45 جنيه، تقدري تجيبيها ب25 جنيه، بس تأكدي من تاريخ الصلاحية، وكمان موجودة بتتباع لحد 50 جنيه، مش هتزيد عن كده. كل حاجة بتختلف عن سعر مكان تاني، يعني انا ممكن اشتري من على سايت نفس الكونسيلر ده مثلا ب200، انت تشتري من على سايت تاني ب120، وهو هو اوريجينال وكل حاجة، دي على حسب السيستم بتاع السايت نفسه. خلاص، بالنسبة لبتاع بيرلي، وده عامل 30 جنيه هتلاقوه في البروموشن بتاع ماي واي، ومش هتلاقوه في اي حاجة تاني برا، هو مبيتباعش غير في ماي واي. خلاص، بالنسبه للي هو الام ان العادي ده هتلاقوه ب 20 جنيه متوفر في اي محل بيبيع مستحضرات تجميل وموجود فيها منتجات ام ان. بالنسبه لميبلين اللي هو دوا، انا جايباه ب 140 جنيه تقريبا على ما اتذكر، بيتباع ب 190 وبيتباع ب 200 وبيتباع باقل من كده، برضو على حسب المكان اللي انت جايبه منه. في ميبلين فيت مي بيتباع تقريبا ب 230 جنيه، ده كان عندي قبل كده بس مش ناويه ارجع ان انا استعمله تاني. خلاص، بالنسبه للي هو الهاي ديفينيشن بتاع لاجيرل، ده كنت جايب 75 جنيه. ده بالنسبه للاسعار، زي ما قلت لكم اماكن تواجد الحاجات دي بتختلف واسعارها بتختلف. عشان تتاكدي ان المنتج، يعني عشان تتاكدي ان المنتج اوريجينال او سي اوريجينال او كوبي او مش عارف هاي اند والكلام ده كله، ده في حاجه اسمها سيريال نمبر لكل منتج حتى لو متصنع في قلب مصر. خلاص، اللي هو ده مش هعرف اوريه لكم هنا لانه هنا صغير جدا، ممكن اوريه لكم على بتاع لاجير اهو. انا قافله بس بصوا عشان افتح الفلاش مش هتشوفوا حاجه، يعني انا بصور بالكاميرا النهارده. ده اسمه سيريال نمبر، دول تقريبا 14 رقم. بتدخلي مثلا على الموقع بتاع ميبلين،
وتكتبي السيريال نمبر ده او ال14 رقم، بيظهر لك كل حاجه عن البرودكت او المنتج اللي انت بتستعمليه. مش عارفه توصلي للسايت مثلا بتاع ميبلين او ام ان او اي حاجه، بتدخلي على جوجل، السيرش بتاع جوجل، البحث بتاع جوجل العادي جدا، وبتكتبي ال14 رقم، بيطلع لك المنتج بكل تفاصيله حتى لو صناعه مصري. خلاص، ده بالنسبه للحاجات دي كلها. تعالوا بينا بقى نتكلم عن منتج منتج وخبرتي معاه. انا هتكلم بناء على خبرتي، انا ماليش في موضوع الميك اب قوي يعني، وان انا اقدر اتكلم فيه. اعتقد منال هتقدر تفيدكم في الموضوع ده اكتر. حاجه هتكلم عنها هو ده بتاع بيرلي، ده مش هتلاقوه ما بيتباع بره، هتلاقوه بيتباع في البروموشن او الكتالوج بتاع ماي واي فقط لا غير. ما انصحش اي حد ان هو يجيبه الا اذا كنت انت من هواة ان انت بتستعملي كونسيلر تقيل قوي، او يعني بتقدري تتعاملي مع الحاجات صعبه الفرد. هو تقيل جدا جدا في فرده، ستيكي، صعب جدا 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 يعني، وتقيل قوي 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 يعني. عايز عشان تفرديه تحسي ان هو فاونديشن مثلا كده او حاجه، مش بيتفرد سهل كده. وبعدين بصوا بيجير وتقيل، فهو حلو للناس اللي ما بتستعملش فاونديشن. لو انت مثلا هتستعمليه وتثبتي بباودر انتهى الموضوع. لو عندك هالات سودا ما انصحكيش ان انت تجيبيه، مش حلو خالص بالنسبه لواحده عندها هالات سودا، وده من خلال تجربتي معاه فتره. زي ما قلت لك، لو انت حابه ان انت تستعمليه هو بس ومعاه باودر، اوكي هاتيه مفيش مشكله، وكان عامل 30 جنيه زي ما قلت لكم. بالنسبه لده بتاع ام ان، ده اللي هو القلم ده، لو لقيتيه هاتيه وهقول لك هتجيبيه ليه. اولا هو مش كونسيلر، هو حاجه كده بيتنضف بيها، ومفروض انه كونسيلر بتستعمليه تحت عينك في اي حته، بس من خلال تجربتي دي حاجه بتتنضف بيها تحت الحاجب. حلو جدا، كريمي، سهل الفرد، ثابت، بس ما ينفعش تتعاملي بيه مع اماكن عايزه تكنسلي بيها الهالات السوداء. يعني انا عندي هالات سوداء عايزه اشيلها، فبضطر ان انا اجيب كونسيلر، ده ما ينفعش. ده بكتير وتنضفي بيه تحت الحاجب ثابت وكل حاجه، يعني ظبطي حواجبك ونضفي بيه تحت الحاجب بس، انما علشان تداري هالات سوداء ما انصحش بده نهائيا. طيب نيجي للي هي السيركل بتاعت ام ان دي، او العجله بتاعت ام ان دي. دي الدرجه بتاعت 0.5 اللي فيها الكونتور وفيها الكونسيلر والكوريكتور. كونتور يعني بيحدد معالم الوش، كونسيلر بشيل الهالات السوداء بداريها، المصحح التاني ده بقى بيداري الحبوب والكلام ده كله. ده واحده واحده بس عشان نبقى متفقين، هي اساسا دي اسمها مات كونتور فول كلر، يعني المفروض دول 4 درجات كونتور بس. ما اعتقدش ان حد هيستعمل كونتور بالاخضر الا اذا كانت واحده بقى ميك اب ارتست وفاهمه. دي درجاتها، انا بستعمل الاصفر ده، بالنسبه لي حلو جدا جدا جدا. لو انت عندك هالات سودا تقيله تقدري تاخدي منه وتفردي طبقه وتسيبيها دقيقتين بس، بحيث ان الجلد ياخد شويه منه عشان يبقى ثابت اكتر، وبعدين تفرديه عادي جدا بالسبونشه بتاعتك. الكونسيلر نصيحه، بلاش تفرديه بفرشه، خليكي في البيوتي بلندر اكتر. خلاص، الدرجه اللي هي على اخضر دي لو انت عندك مثلا حبايه عامله مكان احمر، بقعه حمراء، حرق في بشرتك، حبايه مثلا عامله حفره في بشرتك، بتاخدي حاجه بسيطه خالص بتحطيها على المكان ده، بتطبطبي عليها وتسيبيها دقيقتين، وبعدين حطي الفاونديشن بتاعك او كريم الاساس بتاعك عادي جدا. الخضره دي بتكنسلك، بتشلك كل الحفر وكل الحبوب والحاجات اللي موجوده في البشره. تمام، بالنسبه للدرجه اللي على بني دي عامله بالنسبه لي كونتور مش اكتر من كده. ايه كونتور؟ يعني بحدد معالم بشرتي شويه، ممكن ارفع الانف شويه، الخدود انحتها شويه، يعني بيرسموا بمعنى اصح بيترسم بيه شكل الوش تاني مختلف. انا مش بستعمله كتير صراحه ربنا، يعني اذا كان عندي مناسبه بقى وفرح ومش عارفه غير كده لا، يعني ليه نغير في معالمنا؟ يعني الواحد بيشوف حاجات غريبه واشكال بتتحول من ناس لناس تانيه. خلاص، نيجي بقى للدرجه البينك دي، ودي مش بتاعتنا قوي يعني، دي عايزه البنات، يعني مش عايزه القمحويين المصريين، عايزه واحده مثلا تكون بيوضه قوي 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 وعندها مثلا حاجه كده في بشرتها عايزه تداريها او حاجه فبتستعملها. العجله دي حلوه جدا، ما تفرقش كتير عن العجله بتاعت كيرولان، ممتازه وسعرها حلو جدا. خلاص، طيب نيجي للكونسيلر بتاع العش ميبلين. ده مش ميبلين فيت مي، ده ميبلين العادي. هي مشكلته معايا حاجه واحده بس، انه بيخلص بسرعه. ليه؟ السبونشه بتاعته علشان يطلع لك منها لازم تلفي دي، هو بياخد من اللي تحت ده، فهو بيخلص بسرعه، بس تحفه تحفه لابعد الحدود، جميل جدا جدا جدا، بيتفرد بسهوله، الكفر بتاعه حلو. ولو انت عندك
هالات سودة جامدة بيداريها، حتى لو هتستعمليه فوق العين. انا شخصيا دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن استعملها فوق عيني قبل الاي شادو يعني، خلاص. فدي الحاجة الوحيدة اللي ممكن استعملها قبليها. الكفر بتاعه حلو جدا، ملوش حل بجد في ان هو بيداري اي حاجة عايزة تكنسليها او تغطيها، ممتاز وسعره حلو جدا جدا. على عكس تماما الكونسيلر بتاع مابلين فيتني، يعني ده بالنسبة لي احلى وافضل، لان تغطيته اكتر شوية. مابلين فيتني حلو وكل حاجة، بس لو انت عندك هالات سودة ما تقدريش ان انت تستعمليه لوحده، لازم تستعملي كوريكتور الاول او مصحح هالات سودة بتداري بيها الهالات السودة. بتستعملي يا اما الاحمر او الاورنج بتوع لاجيرل، الاتنين احلى نوع. ونصيحة لوجه الله، اوعي 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 تستعملي قلم الروج الاحمر تحت عينك، هيكنسلك او كل حاجه، بس بعد كده هيبوظ لك الدنيا اكتر، هيفتح لك المسام اللي تحت العين، وفي نفس الوقت هيخلي الهالات السودا دي مع الوقت تقلب معاكي على رمادي وحاجات سودا، يعني تبقي داخله على ايام سودا. فبلاش، نصيحه لوجه الله. خلاص، ده بالنسبه للكونسيلر بتاع ميبلين العادي، ميبلين الفيت مي زي ما قلت لكم. لو انتي ما عندكيش هالات سودا ومش عندك حاجات كتير عايزه تكنسليها، اوكي هاتي، ما فيش اي مشكله، بس انا عشان الهالات بحب استعمل ده. هنيجي لاخر حاجه اللي هو بتاع لاجيرل. هي كلمه لاجيرل بتبقى مكتوبه بالابيض فوق اهي، بس هي مش باينه بسبب الاضاءه، مع ان انا والله قفلكوا فلاش الكاميرا اهي، تمام. حلو جدا جدا لابعد الحدود. ده بقى مش محتاجة لو انت عندك هالات تقيلة جدا جدا، مش محتاجة ان انت تستعملي لا اورنج ولا اصفر ولا اي حاجة. وبيتفرد بسهولة، التغطية بتاعته حلوة جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم انا بتكلم من خلال خبرتي، انا بيليق على بشرتي الكونسيلرات اللي هي مدية على اصفر شوية، اللي مدية على بينك دي لا مش بتاعتي خالص، يعني تمشيش معايا. خلاص، ده حلو جدا. استعملي البرايمر وبعدين استعمليه على طول. في حاجة مهمة جدا، البرايمر يا بنات، عشان اتسألت في الموضوع ده، البرايمر ما بيتحطش على الوش كله، البرايمر بيتحط على الأماكن اللي هي مسافة فيها مسام مفتوحة، أو التي زون اللي هي المنطقة اللي بتعمل فيها دهون. لو انت بشرتك دهنية ما ينفعش اخده احطه تحت عيني وتحت عيني مباشرة، ما ينفعش. البرايمر ما بيتحطش غير في أماكن معينة، اللي هي الاماكن تكون الدهون اللي هي بتاعت تي زون، او الاماكن اللي فيها مسام مفتوحه، مش اكتر من كده. كمان حاجه مهمه، الكريم المرطب. مش اي كريم مرطب بيتفرد على البشره كلها، تحت العين وفوق العين ما بيتحطش عليه كل انواع الكريمات المرطبه. عايزه تستعملي حاجه لترطيب تحت العين وفوق العين على الجفن يعني، استعملي الرول اون بتاعت غارنيه، حلوه جدا جدا في الترطيب. انما لا جونسون بيستعمل تحت العين، ولا هيمالايا تحت العين، ولا اللهم صل على سيدنا محمد، ولا نيفيا، ولا جلايسوليد، الكلام ده ما يتحطش تحت الجفن. الحاجات دي بترطب، بس هترطب لك تحت الجفن لدرجه انه ممكن يعمل لك كشكشه في الجلد نفسه. فالحاجات تحت العين بالذات ليه كريمات مرطبه معينه، واحسنها زي ما قلت لكم الرول اون بتاع غارنيه او اي كريم مرطب يخص غارنيه. خلاص، فحطي المرطب واستعملي ده على طول. انا شخصيا اوقات المرطب واسيبه بشرتي بس تتشربه شويه، وبعدين بستعمل الكونسيلر تحت عينيا الاتنين، وبس بسيبه شويه قبل ما ابتدي ادمجه تحت عيني، وبعدين بثبت بلوز باودر وانتهى الامر. ده بالنسبه لي ميك اب كده خلص. خلاص، ده كان رايي في اللي انا استعملتهم في الخمسه دول، وكمان اللي هو المابلين فيت مي. حلوين وما قلناش حاجه عليهم، بس انا قلت لكم اتكلمت عنهم من خلال خبرتي. لو انا هنصح حد هنصح بدول، لو انا هنصح حد بجد هنصح بدول. وزي ما قلت لكم لو عندكم هالات سودا جامده جدا جدا تقيله يعني، ممكن تستعملي الكوريكتور بتاع لاجير اللي هو الاورنج او الاحمر، وهتلاقوا الصور بتاعته طالعه لكم فوق دلوقتي. روحوا بقى شوفوا فيديو منال، انا اكيد اكيد هتتكلم عن حاجات تانية بطريقه احسن شويه مني، لان انا هي فاهمه في الموضوع، انا بتكلم من خلال خبرتي. واشوفكم في الف خير فيديوهات تانية كتير. لو عايزين اي حاجه بس امروني في الفيديوهات، وانا تحت امركم. سلام عليكم.